عليكم ورحمة الله وبركاته. حل دلوقتي الجذري علشان نرجع الفيسبوك وانستجرام وواتساب، وطبعا دلوقتي حالا بيان رسمي من فيسبوك بعد تعطل وصول المستخدمين طبعا لكل التطبيقات اللي ذكرناها. ايه الحل وايه سبب العطل اللي حصل مفاجأة ده بقاله 5 ساعات وخسائر بالملايين والمليارات طبعا في الساعة الواحدة يا جماعة، اكتر من 180 مليون دولار. طبعا هنشوف ايه اللي حصل. خلينا كده نصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهبدأ مع حضراتكم دلوقتي. كل العالم حصل تعطيل في خدمات ومنصات فيسبوك وواتساب وانستجرام طبعا النهاردة الاثنين 4 اكتوبر. طبعا اشارت كذا موقع طبعا متخصص علشان يشوفوا تتبع اعطال المواقع اللي حصل في منصات الفيسبوك طبعا وكل شركات الفيسبوك. اعلن الموقع طبعا عن تلقي لحد الان 200,000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين طبعا على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات اللي احنا ذكرناها مع بعض. واوضح الموقع فيسبوك في تغريدة ليه على تويتر انه طبعا يدرك ان بعض الاشخاص دلوقتي بيواجهوا مشكلة في الوصول الى التطبيقات والمنتجات، وقال احنا بنعمل بيه دلوقتي على حلها في اسرع وقت، والامور هترجع في اقرب وقت لطبيعتها، وقال نأسف للإزعاج. طبعا ناس كتير دلوقتي متعطل طبعا شغلها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وناس تانية مش عارفة تتواصل. طب امتى؟ وقالوا امتى ممكن الحل ده يحصل. حاليا طبعا هم مش في مصلحتهم ان المشكلة دي يزيد وقتها، خصوصا ان المشكلة دي في خسائر بالملايين بتحصل كل وقت وكل دقيقة بتعدي. طب هيمشي المشكلة دي هتتحل امتى؟ قالوا ان المشكلة دي هتتحل فعليا وجذريا على الساعة 12 طبعا من صباح يوم الثلاث الموافق 5 اكتوبر. طب ايه سبب المشكلة؟ قالوا ان في هاكر، وان العطل ده عالمي واصاب كل مواقع الشركات العالمية، وقالوا ان بعض الهاكر حاولوا يخترقوا كل مواقع شركة فيسبوك. طيب يا جماعة دلوقتي احنا المفروض نعمل ايه؟ يا ترى نرجع نفتح المواقع دي او هنحذفها ونرجع ننزلها تاني؟ عايز اقول لحضراتكم معلومة اكيدة، العطل ده ضرب كل مواقع الفيسبوك. لو سمحتوا محدش يحذف ولا فيس ولا واتس ولا انستجرام ولا اي موقع من اللي حاليا مش شغالين، لان حضراتكم بشكل كده بسيط لو حاولتوا تنزلوها تاني هيكون المعلومات او الرسائل اللي موجودة عليها اتهكرت واتحذفت. فحاولوا مش تفتحوها، وان شاء الله لما العطل النهائي يتحل هتلاقونا اول ناس بنعلن ذلك. لو سمحتم ادعمونا بلايك واشتراك علشان يزيد التفاعل على الفيديو، وباذن الله نوافي حضراتكم بالمعلومات وبالحاجات المستجدة اللي هتحصل. انا بشكركم جزيلا.